أجرى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشقر مباحثات مع وفد برلماني إسباني يضم نحو 10 نواب من الحزب الاشتراكي يمثلون 3 برلمانات إقليمية، برلمانات بلاد الباسك ونافارا ولاريوخا، والذين يحلون في زيارة ديال المغرب للاطلاع على التطور الذي تشهده المملكة. قضية الوحدة الترابية ديال المغرب كانت في صلب النقاش خلال الاجتماع. تداولنا فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، ونسجل بشكل إيجابي أن ذاك الموقف غير المؤسس سابقا فيما يتعلق بهذه القضية الوطنية اليوم كاين تحسن كبير، ولدى الوفد وجهة نظر تقترب لوجهة نظرنا فيما يتعلق بضرورة التداول في الحكم بشأن الحكم، مقترح المغرب للحكم الذاتي مداه آفاقه، ولذلك أبلغناهم أننا بصدد ندوة دولية حول الصحراء، وطلبنا منهم أن يشاركوا في مناقشة هذا الحل ديال المقترح الذاتي. شكرا جزيلا. ويجري الوفد الإسباني مباحثات مع عدد من الأحزاب السياسية المغربية في إطار زيارته للمغرب، والتي تمتد من يوم الاثنين إلى غاية 26 يوليو الجاري، وترم تعزيز العلاقات مع غرفتي البرلمان المغربي.